شبع عاصفة استوائية ضربت الساحل الجنوبي للصين وعرضت مدن وبلدات لرياح شديدة وأمطار غزيرة، غرقت الشوارع وقطعت الكهرباء واقتلعت أشجار. العاصفة بدأت أصلا في البحر، وفي سفينة شايلة 30 شخص غرقت بسبب الإعصار، وانتشرت مقاطع من عمليات الإنقاذ، وفعليا المقاطع مرعبة. السفينة انقسمت نصين بفعل العاصفة، والسلطات نجحت تنقذ 4 بس من أصل 30 كانوا على متنها، والآن موظفة 7 طيارات ومئات الزوارق وسفن الصيد للبحث عن ناجين أو انتشال جثث المفقودين للآن.